اللي بيقول انه الاخ اللي من لندن بيقول لك انه انت هذه الشعارات وطول الحلقه وهو بهز راسه على كلام الجميع يعني بهذه الطريقه يعني كان الافضل بانه تستقبل الآراء بطريقة ثانية، أنا بعتذر، لكن بأنه هذه الشعارات يعني إشارة على رفضي لما هو مطروح من أفكار يعني كنوع من التفاعل معه هو مطروح. نعم، يا ريت يا ريت نقدر نقدم، يا ريت نقدر نتجاوب معك بدون أن أقاطعك، ولكن بغض النظر إلي أو الأخ عبد الحفيظ خرجت عن لباقة الحديث. نعم، إذا سمحت إذا سمحت أنا ما قطعتك، إذا سمحت إذا سمحت لا تزاود لا تزاود لا تزاود على أصحاب القضية، لا تزود على أصحاب القضية وتقول قدموا أطفالهم. لو صح لنا نقدم أرواحنا الآن، بنقدم أرواحنا الشعوب العربية جميعها. من وين حضرتك؟ ستقدم أرواحها لو فتح لها المجال. يا ريت، لكن أنا لا أنا ما ارتميت بأحضان الأوروبيين والأمريكان. إذا بتحب تروح. من ما ارتمينا فيها ولا بنخدم رواية نتنياهو. اليوم احنا اذا بنحكي وبندعم باعلام تعبوي احنا ما بنخدم نتنياهو، انت من تخدم نتنياهو واشكالك من تخدم نتنياهو وطرح نتنياهو. يعني انا اعرف لا جيدا من يقف نتيجة من يقف محايدا او الوعي والرؤية الاحداث اللي قاعدة بتصير بهذه الطريقة هو من يخدم نتنياهو، هو من يخدم الملف الصهيوني. دعونا نتحدث عن الافكار وليس الاشخاص، بمعنى الفكر المطروح وليس الشخص الذي يطرح هذا الفكر. أنا بحتاج أعتقد تعليق. للأسف عادة اللي بيشخصن الأمور لا فكر عندهم ولا وعي عندهم، ولذلك ساقوا غزة لل حبيبي هذه للإنبتار. قضية فلسطينية، قضية العرب جميعا، هذا ما في شخصنة، هذه مش شخصنة. الله يرضى عليك، هذه مش شخصنة. كان الانتصار انت ما بتحكي بموضوع شخصي، انت بتحكي وندمر بقضية غزة ونبيد غزة، والمهم جماعة حماس يضلوا بالأنفاق متخبيين، هذا هو الانتصار. إذا بعد شهرين أو ثلاثة شاهدنا الإسرائيلي يحتل غزة، شو حيكون موقفنا وموقف كل إنسان قال، وخصوصا الإعلاميين؟ أنا أتحدث هون للإعلاميين، ما بدي أتحدث في بعض الناس متشنجة عاطفيا مع القضية، لأنه كان في إعلام على مدى 50 عام يضخ القضية الفلسطينية مركزية و كان كله كلام، ما كان في شيء جد، ما كان في أي عمل لإنشاء حتى حكومة فلسطينية قادرة تدير أمورها. حتى حماس كان كل همه هي الطعم بفتح، وفتح كانت كل همها هي الصراع على السلطة مع حماس. والشعوب العربية اللي هن ما لهم علاقة ولا خسروا أي شيء بالجزائر وبعض الدول البعيدة، ولكن بعض النظريات تقول وأنت تواجه عدوك لابد أن تضع كل هذه الخلافات جانبا، لأن هناك من يدفع ثمنا في ساحة المعركة. نضع الخلافات جانبا إذا كان هذا الشيء سوف يفيد. ولكن تحدثنا وقلنا أن ما فعلته حماس سوف يكون كارثي على القضية الفلسطينية.